بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق الله العلي العظيم. الوسواسي، هذه الكلمة وهذا الموضوع لا يرتبط بنا، لأننا ولله الحمد لسنا وسواسيين. كلا، الموضوع يرتبط بنا. الوساوس كثيرة جدا ومنتشرة، وحتى الشخص الذي ليس وسواسيا هذا الموضوع يرتبط به. أبعاد من هذا الموضوع يرتبط بنا جميعا، لا أقول بأكثرنا، يرتبط بنا جميعا. هنا ثلاثة أسئلة ما هي أنواع أو أصناف الوسوسة؟ ثانيا، ممن الوسوسة؟ ثالثا، كيف تعالج الوسوسة؟ هناك علاج بإذن الله تعالى يكون مفيدا جدا. أما السؤال الأول، أصناف الوسوسة، هناك تقسيمات كثيرة. بصورة عامة، الوساوس تنقسم إلى صنفين أساسيين: الوسوسة في الفكر، الوسوسة في الفعل. أما الصنف الأول، الوسوسة في الفكر، أفكار مختلفة سيئة تترى في ذهن الشخص من دون أن يتمكن من منعها، يريد أن يمنعها لا يتمكن. هذا الصنف من الوسوسة متعب جدا، ولكن ليس مهما أبدا. من الخطأ الاهتمام بهذا الصنف من الوسوسة، اتركه. هذه الأفكار تأتيك أفكار سيئة عادة، لتأتي وجودها وعدمها واحد،
يعني يلزم أن نكون هكذا نتعامل مع هذا الصنف من الوسوسة بهذه الطريقة. المشكلة أن الاهتمام بهذا الصنف من الوسوسة، محاولة علاج هذه الوسوسة، تزيد الطين بلة. الوسواسي الذي يعاني من وساوس في الفكر أصلا علاجه إهماله، علاجه عدم الاهتمام به. هذه أفكار سيئة تكون فلتكن، لا أنت تحاسب عليها لأنها أساسا ليست منك، أفكار شيطانية لا تؤثر على تصرفاتك، إنما مجرد إتعاب نفسي، اتركها خلص. وتركها علاجها، إهمالها علاجها. إهمال يعني ماذا؟ يعني إهمال يعني شيء تافه لا تهتم به. كم من الأمور حولنا توجد في حياتنا، أمور غير مهمة عندنا. الآن هذا الكلينس مثلا مهم عندي؟ لا، وجوده وعدمه عندي سواء، ليس مهما. هو موجود ولكن لا أهتم به. هذا الصنف الأول، الوسوسة في الفكر. بخلاف الصنف الأول، الصنف الثاني الوسوسة في الفعل، هذا مهم، بل مهم جدا، يلزم أن يعالجه الإنسان. السعي لعلاجه، معرفة حدوده، هذا مهم، لأن هذا هو الذي يحاسب الإنسان عليه. هذه أفعال بسبب وساوس شيطانية يتصرف الإنسان تصرفا معينا، هذا الإنسان يحاسب عليه. طبعا أفعالنا نحاسب على أفعالنا، نعم. إن كانت الأفعال خاطئة يلزم أن نصحح المسير، نعم. السؤال الثاني، ممن الوساوس؟ الجواب واضح بديهي، من الشيطان. في صحيحة عبد الله بن سنان يقول: ذكرت للإمام أبي عبد الله الصادق صلوات الله وسلامه عليه رجلا مبتلى في الوضوء والصلاة، يعني وسواسي، وقلت: هو رجل عاقل؟ فقال عليه الصلاة والسلام: وأي عقل له وهو يطيع الشيطان؟ قلت له: وكيف يطيع الشيطان؟ فقال عليه الصلاة والسلام: سله من أين يأتيه، مضمون الرواية الشريفة، من أين يأتيه هذا؟ فإنه يقول لك إنه من عمل الشيطان. هو أيضا يعلم أنه يمشي خلف الشيطان. رواية جدا عجيبة وعظيمة. بالفعل اسأل من أي إنسان وسواسي، هو متألم، هو متأذي. إذا كان شيء من الرحمن الإنسان لا يتأذى منه. الوسواسي يحب الوسوسة؟ تجدون وسواسيا واحدا يحب الوسوسة؟ لا، فكلهم يعلمون بأنه من عمل الشيطان. الوسوسة من الشيطان. أعلم أن الوسوسة من الشيطان وأمشي خلفه؟ هو كلام الإمام عليه الصلاة والسلام. هذا من العقل؟ وأي عقل له وهو يطيع الشيطان؟
وهو يعلم أنه من الشيطان. إخواني، الماء من المطهرات أم من المنجسات؟ الماء من المطهرات. عند الوسواس الماء من المنجسات، رأيتم حتما أي شيء فيه بلل يتجنبه. سبحان الله، هو كل شيء طاهر إلا ما علمت أنه نجس، فكيف بشيء أصابه الماء؟ هذا المبلل يعني ماذا؟ يعني قد أصابه ماء، يعني لو كانت نجاسة فقد طهر الموضع، قد طهر هذا الشيء. شيء مبلل الوسواس عنده حساسية تجاهه، أي بلل، بلل في الشارع، بلل على الجدار، بلل على الباب، بلل على جهاز معين، حساسية من الماء. سبحان الله، الماء مطهر ليس منجسا، لو كان نجسا فقد طهر إذا أصابه الماء. أرضية الحمام، كم مرة في كل يوم يجري الماء على أرضية الحمام؟ أصلا مكان جريان الماء. يوجد وسواسي لا يعتبر أرضية الحمام نجسة؟ هذا مكان دائما يصيبه الماء. الحنفية، إذا أراد أن يفتح الحنفية حتما ويقينا يلزم أن يطهره. عجيب، هذا المكان الذي الماء يكثر عليه، المكان الذي تنجس، خذ شيئا من الماء امسحه على المكان طهور، شيء قليل من الماء، قطرات من الماء. هذا المكان الذي يتعرض لرش الماء كثيرا، كم مرة يطهر، كم مرة يصب الماء عليه حتى يطهر؟ عفوا أقول هذه الكلمة، أحد بال هنا على الحنفية مثلا؟ هذا مكان أساسا مكان هو طاهر ويصب الماء عليه كثيرا، يعني مشكلة، والشخص يعلم أن هذه المشكلة ليست من الرحمن عز وجل، هي من الشيطان. وإلى متى أمشي خلف الشيطان؟ وإلى متى يطيع الإنسان الشيطان؟ سؤال ثالث، كيف يعالج الوسواس؟ طبعا الحديث في هذا المجال طويل جدا ومعلومات كثيرة ومفيدة، ولكن أنا أشير إلى طريقة واحدة، علاج واحد، وهو الوسوسة من من؟ من الشيطان. كيف يجرك إلى الوسوسة؟ عالج المشكلة بنفس الطريقة، يعني استخدم سلاح الشيطان ضده. كيف؟ الوسوسة ما هي المشكلة فيها؟ هل مشكلة الوسواس أنه يصب، أنه يغسل يده مثلا 10 مرات؟ لا، لا يغسل يده 10 مرات. ومرة ثانية يغسل يده 10 مرات، فيه مشكلة؟ لا. مرة ثالثة فيه مشكلة؟ لا. المشكلة إذا تعود على ذلك، مرة أنت اغسل يدك 10 مرات فيه مشكلة؟ لا. 5 مرات اغسل يدك كل مرة 10 مرات، 20 مرة أصنع ذلك، ما دمت لم تتعود على هذه الحالة لا تكون هناك مشكلة لك. متى ما شئت تغسل يدك مرة واحدة، متى ما شئت تغسل يدك مرتين، ما عندك مشكلة. المشكلة إذا تعود الشخص، هذا سلاح الشيطان. كيف يعالج؟ عود نفسك على ترك الوسوسة، ولكن كيف؟ إحدى أهم مشاكل حياة الإنسان بما في ذلك قضية الوسوسة، الانفلات.
الإنسان منفلت. هذه الحالة تسبب كثيراً ما مشاكل. يقابل الانفلات الانتظام، الانضباط. الإنسان المنضبط في أي مجال مشاكله في ذلك المجال أقل. تريد أن تتحول عادتك من الوسوسة إلى العادة بترك الوسوسة، انضبط، انتظم. يعني ماذا؟ الكلمة هذه أهم نقطة ضمن برنامج. هذه الكلمة، كلمة ضمن برنامج. تريد أن تكون وسواسيا؟ كن. تريد أن تعمل بالوسوسة؟ اعمل، ولكن اعمل بالوسوسة ضمن برنامج. اعمل بالوسوسة بانتظام لا بانفلات. يعني ماذا؟ شخص، كمثال أقول، شخص مثلا يطيل في الحمام ساعة مثلا، لا بأس. المشكلة أين؟ المشكلة أنه مرة 10 دقائق، مرة ساعة، هذه مشكلة. اجعل برنامجاً، ابقى في الحمام ساعة بالضبط، لا دقيقة أكثر لا دقيقة أقل. انتظم. تريد أن تبقى ساعة في الحمام، ابقى، ابقى ساعة، ولكن ابقى بانتظام ببرنامج. أسبوع، أسبوعين، قرر أنك تبقى في الحمام ساعة بالضبط، حتى لو انتهيت من أعمالك في الحمام ابقى ساعة، حتى يتعود المخ، العقل الباطني يتعود على أنك تبقى في الحمام ساعة. لا مرة تبقى 5 دقائق، مرة تبقى ساعة، لا، انتظم. هذا الشيء الذي تريد أن تقنع نفسك عنه، اجعله ضمن نظام. أسبوع، أسبوعين، 3 أسابيع، تعود المخ على أنك تبقى في الحمام ساعة. هذا بداية الحل. بعد فترة، بعد أسبوعين، بعد 3 أسابيع، اجعل، خذ منه شيئا قليلا، اجعله 59 دقيقة. المخ تعود على الانضباط ضمن ساعة. تعويده على أن يكون مكثك في الحمام دقيقة أقل سهل، ليس صعبا. الفرق بين الساعة و 59 دقيقة لا شيء. أسبوعين ابقى 59 دقيقة، بعد أسبوعين اجعلها 58 دقيقة، بعد أسبوعين، كمثال أقول أسبوعين، اجعلها 57 دقيقة. يعني مكثك يكون ضمن إطار معين. هذه الطريقة متعبة، يعني 6 أشهر، سنة، لا بأس. أنت الآن تعاني من هذه المشكلة 5 سنوات، 10 سنوات، وتريد أن تبقى على هذه المشكلة 20 سنة أخرى، 30 سنة أخرى. وهذا هو الذي قلت لكم في بداية الكلام، أنه مرتبط بنا جميعا، حتى غير الوسواسي. كلنا تقريبا أو تحقيقا، كل إنسان تقريبا يعاني من أمور تعود عليها وهي سيئة في نظره، يريد أن يغيرها لا يتمكن. تقريبا كلنا. هذه الطريقة هي الحل: الانضباط، الانتظام. المولى أمير المؤمنين صلوات الله عليه في وصيته المشهورة، من جملة وصاياه، يقول: ونظم أمركم. هذا له بعد اجتماعي وله بعد شخصي أيضا. نظم أمركم كمجتمع، نظم أمركم كأفراد، فردا فردا. الانتظام، يعني مثلا شخص عنده عادة سيئة، يأكل كثيرا، حسب نظره يأكل كثيرا، هو مقتنع أنه يأكل أكثر من حاجة جسمه، يريد أن يقلل أكله لا يتمكن. كم من الناس تعرفون هكذا مرارا وتكرارا، يدخل في أنظمة مختلفة من الرجيم ولا يتمكن.
لماذا؟ المشكلة أين؟ المشكلة أنه منفلت في الأكل، ما عنده حساب في الأكل. علاجه أن يجعل حسابا ضابطا إذا يريد أن يعالج نفسه. بعض الأشخاص ليس مقتنعا أنه يأكل أكثر من حاجته، لا بس ليأكل. لا، الشخص الذي عنده هذه العادة وهو يرى أنها عادة سيئة، ما العلاج؟ احسب لقمك، كم لقمة تأكل في الوضع العادي؟ كل مثلا شخص يأكل 50 لقمة، لا بأس، كل 50 لقمة، لا لقمة زائدة لا لقمة ناقصة، أسبوعين، 3 أسابيع، شهر، بعد شهر قلل لقمة واحدة فقط، اجعلها 49 لقمة، وهكذا شيئا فشيئا. كل بانضباط بانتظام. شخص ينام كثيرا، بعض الناس عنده هذه المشكلة، الإنسان حاجة جسمه 6 ساعات 7 ساعات 8 ساعات، لعل الإنسان الطبيعي لا يحتاج أكثر من هذا المقدار. شخص ينام 10 ساعات، ينام 12 ساعة، يعني نصف عمره في النوم. شخص مقتنع بأنه ليس زائدا لا بأس. الذي يريد أن يغير هذه العادة كيف يغير هذه العادة؟ نظم نومك. تريد أن تنام 12 ساعة، نم، نم هذا المقدار، ولكن لا دقيقة أكثر. يعني عندما تجعل منبه ينبهك، قم بأي صورة، اخرج من حالة الانفلات. أختم كلامي بحديث شريف، أنا كلامي عن الوسوسة في الأمور الدينية خصوصا، بعد من أبعاد الوسوسة في الأمور الدينية بسبب عدم معرفتنا. هذا المعنى الذي أنقله الآن لكم، أقرأه لكم، هذا المعنى ورد بأسانيد صحيحة في مصادر عديدة، الكليني نقل، الصدوق نقل، الطوسي نقل، المفيد نقل، الكراجكي نقل، هذا المضمون موجود في روايات صحيحة وبأسانيد صحيحة. أنا أقرأ لكم هذه الرواية الشريفة من الكافي الشريف، وبسند صحيح أعلائي حسب تعبير البعض. الذي يعرف السند، أقرأ لكم السند بسرعة. الكليني يقول: علي يعني علي بن إبراهيم، أهم شيوخ الكليني، علي عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، أسماء لامعة جدا 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 من أجل الثقات كلهم. قال الإمام أبو جعفر الباقر صلوات الله وسلامه عليهما: ألا أحكي لكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله؟ فقلنا: بلى. فدعا بقعب فيه شيء من ماء، قدح فيه شيء من ماء، ثم وضعه بين يديه، ثم حسر عن ذراعيه، ثم غمس فيه كفه اليمنى، ثم قال: هكذا إذا كانت الكف طاهرة. طبعا إذا الكف نجسة أول تغسل الكف، لا تدخل الكف في الماء القليل، واضح. ثم غرف فملأها ماء بمقدار الغرفة، غرفة اليد الكف، فوضعها على جبينه، ثم قال: بسم الله، وسدله على أطراف لحيته. ثم لاحظوا هذه الكلمة: ثم أمر يده على وجهه وظاهر جبينه مرة واحدة. أسألكم، من منا يتوضأ هكذا عندما يريد أن يغسل وجهه؟ يصب الماء ثم يمرر مرة واحدة فقط. الوسواس 50 مرة، لا غير الوسواسي، كم مرة نمرر؟ حديث صحيح السند بلا إشكال وبلا خلاف، سند عالي، وقلت هذا المعنى وارد في أكثر من
رواية وبأكثر من سند صحيح، إمام معصوم ينقل لنا وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله. أنا لا أقول تريد أن تمسح مرتين ثلاث مرات، ليست مشكلة، ولكن اعرف أن أقل الوضوء هكذا. ثم غمس يده اليسرى فغرف بها ملأها، يعني ملأ الكف من الماء، ثم وضعه على مرفقه اليمنى وأمر كفه على ساعده حتى جرى الماء على أطراف أصابعه. لا أريد أن أتوقف عند هذه الكلمة، حتى جرى الماء، وهذا يمسح ويمسح ويمسح ويمسح. مرارا سمعت هذه الكلمة من بعضهم يقول أمسح إلى أن ينشف أصلا خلاص. ثم غمس، نعم، ثم غرف بيمينه ملأها فوضعه على مرفقه اليسرى وأمر كفه على ساعده حتى جرى الماء على أطراف أصابعه ومسح مقدم رأسه وظهر قدميه ببلة يساره وبقية بلة يمناه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إن الله وتر يحب الوتر، فقد يجزئك من الوضوء ثلاث غرفات. تريد أن تتوضأ بثلاث غرفات، ثلاث أكوف، تتمكن أن تتوضأ، يعني استكانة إذا الغرفة صغيرة، يعني قليل من الماء، أو إذا تريد أن تتوضأ وضوءا طريا، الإسباغ في الوضوء، مد من الماء 700 وشيء غرام من الماء، يعني كأس كبير، هذا إذا تريد أن تتمضمض تستنشق، تأتي بالمستحبات، تغسل قبل ذلك يديك كفيك، يعني الوضوء هذا الواجب. فقد يجزئك من الوضوء ثلاث غرفات: واحدة للوجه واثنتان للذراعين، وتمسح ببلة يمناك ناصيتك، وما بقي من بلة يمينك ظهر قدمك اليمنى، وتمسح ببلة يسارك ظهر قدمك اليسرى. قال الإمام عليه الصلاة والسلام: سأل رجل أمير المؤمنين صلوات الله عليه عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله فحكى له مثل ذلك. الوضوء هو هذا. إن هذا الدين متين، فأوغلوا فيه برفق. نسأل الله سبحانه وتعالى ببركات محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل اللهم فرج مهدي آل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم لا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين أبدا، ارزقنا في الدنيا اتباعهم، ارزقنا في الدنيا خدمتهم، ارزقنا في الدنيا زيارتهم، ارزقنا في الآخرة شفاعتهم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سادة الخلق محمد وآله الطاهرين.